لساعة و17 دقيقة مستمعي ديوان اف ام، مازلنا مواصلين حتى للماضي ساعتين. نذكركم بوسائل التواصل والتفاعل، صفحة الفيسبوك ديوان اف ام، وين تجمو تخليو كل التفاعلات والآراء والمقترحات. إذا تجمو تتابعونا في المباشر بالصوت والصورة عبر اللايف ستريمينغ على صفحة الفيسبوك ديوان اف ام، كما تجمو تتابعونا زاد على السيت ويب ديوان اف ام .net اللي تقاو فيه آخر الأخبار وجميع تسجيلات برامجنا. جدل اليوم في علاقة بالأزمة السياسية الراهنة، في علاقة بأسبابها ومسبباتها، في علاقة أيضا بالسيناريوهات الممكنة في المرحلة القادمة في ظل الدعوات لتفعيل الفصل 80 من الدستور من قبل رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، قراءة في المشهد السياسي الحالي وأيضا في ما يمكن أن تتطور إليه الأمور في الفترة القادمة. نذكره أنه رئيس الجمهورية كان التقى بعد ظهر أمس الاثنين وفد عن مجلس نواب الشعب يتكون من عدد من النواب: أمل السعيدي، أنور بشاهد، سامي عبو، عبد الرزاق عويدات، وليلى الحداد، ومحمد عمار، ومنير عياري، ونجم الدين بن سالم. واستعرض النواب الوضع داخل مجلس نواب الشعب وأحداث العنف التي جدت يوم أمس كما جاء في البلاغ الرسمي لرئيس الجمهورية. وقد أعرب رئيس الجمهورية عن رفضه لكل أشكال العنف حيثما كان، وخاصة داخل مؤسسات الدولة، كما تم التعرض خلال اللقاء إلى ضرورة تمرير قانون المالية حتى لا يتم اللجوء إلى الفصل 66 من الدستور. وأشار رئيس الجمهورية في هذا السياق لأنه لا مجال للابتزاز والمقايضة بمصالح الشعب التونسي، وشدد على أن تونس وطننا وستبقى فوق كل الاعتبارات الظرفية والانتماءات الحزبية، مجددا التأكيد على احترام الشرعية والقانون والتصدي بكل الوسائل القانونية المتاحة لكل من يحاول إسقاط الدولة، وأكد على أنه من يجرم في حق هذا الوطن لابد أن يتحمل مسؤوليته كاملة، ويضيف أنه لا مبرر لأي كان الخروج عن القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع وعلى قدم المساواة. عبستار المسعودي، قراءتك كرجل قانون كناشط سياسي للأزمة السياسية الراهنة في مظاهرها وتجلياتها البرلمانية في الأحداث الأخيرة، وفي علاقة أيضا بما يمكن أن يقوم به الرئيس قيس سعيد في ظل الدعوات اليوم لتفعيل الفصل 80 من الدستور، شنو رأيك؟ والله رأيي هو رأي العديد من متابعين الشأن السياسي، حتى رأي رجل الشارع. نجم تقول اللي الناس وصلت إلى حد أصبح معه الحياة الآن، سواء السياسية أو في نطاق الحياة الاقتصادية، أصبحت لا تطاق ولا يمكن بأي حال من الحول باش تكمل تقدم القدام. هي معارك خفية لا محالة، هذه موجودة بين أصحاب السلطة في ثلاثة رؤساء، وأتعس تقريب نجم نقول لك نظام اختاروه، وهذا الدستور اللي قالوا عليه دستور من أحسن دستور في العالم، نتائج متاعه كارثية إلى حد أنه أصبحت هناك شلل تام بالنسبة إلى جميع أجهزة الدولة. لا رئيس دولة نجم يحكم، لا رئيس حكومة نجم يحكم، ولا رئيس برلمان بطبيعته نجم يحكم. تشوفوا توا الحالة اللي وصلنا لها، قضاء واقف توا عنده أكثر من 3 جمعات ونصف، اللي عمره ما صارت سلطة مستقلة بالدستور بتم تميمها، معناها أغلقت الأبواب. عندك الأطباء كيف كيف اليوم في إضراب، عندك الشركات قفصة بترول وغاز وغير ذلك. المشاهد اللي راهو فيها اليومية اللي يعيش فيها الناس، أنه معقول أنت في 2021 احنا مازلنا دولة كأن دولة متخلفة تاع القرن 16 ولا 17 لو شفت دبوزة غاز، معناها الناس اللي تفرج فيك البرق يقولك فضيحة، أين كنتم؟ ما شفناهاش، لا شفناها في الأيامات الأولى متاع الاستقلال، لا شفناها بعد حتى في أيامات الرئيس بن علي، ما شفناهاش الحالة هذه المزرعة. هبطنا إلى مستوى معناها تحت الأدنى الأدنى، الناس ما عادش نجم تزيد. ثم رئيس دولة عندك موجود اللي هو حامي هذا الوطن والدستور وإلى غير ذلك، إما يتحمل مسؤوليته كاملة ويخرجنا من الخزيق هذي كما يقال، وإلا يا أخي شوف حل روحه، كما هذي التقعر اللفظي هذي كل مرة نسمعه في خطاب، ما هوش في خرجنا، سنفعل وسنرى وصواريخ و
ايش دخلني انا مانيش في واحده منصات تاع صواريخ في حرب العراق ولا في حرب افغانستان. اعطيني انت تو عندك دستور خول لك الفصل 80 وغيره باش تاخذ تدابير، تفضل سيدي وريني الشطاره نتاعك شنو نجم تاخذ. اما انك كل مره اعرفهم ويعرفونني وكذا، هذا كل ما يحلش المشكل. ناس عندك في برلمان معناها شيطنوا الموقع هذا اللي ودنسوه، خليني نقول بالكلمه الكبيره الموقع السيادي، وانت تتفرج فيهم. كانت تعاركات الاولى والثانيه وشفناهم وقلنا راي باش توصل، وناس قالت لكم راي باش توصل الى هذا المعركه، المعارك هذه باش توصل الى اكثر الاقصى اقصاها، راه باش تولي بونيا باش تولي كذا. في ناس يقول لك لا اخويا سامحني، راه فما في معناها مجتمعات زاده متطوره كايطاليا وتصير فيها البرلمانات، تصير فيهم العرك هذا. لا نقول سامحني، راه اذا كان حتى تصير عركه تصير على برنامج صحيح، في برنامج معين تصير تلقى في برلمان معين، اسبانيا فرنسا المانيا كذا اكسترا، ويصير ما يصير، لكن عركه على برنامج على قانون باش يتعدى او ما يتعداش. شو العركه اللي عندكم انتوما؟ شو اللي عندكم البارح؟ سيد هذا عطاه ميكرو قال خون الناس كل وكفر الناس كل، وقال بيكم نساكم كلهم وسمعني هذه راهي معناها الورثه هذه خذيناها نعم سي المرزوقي العبارات. لا 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 نعرف نعرف المرزوق وقت بدا قال السافرات ما يشتفهم الناس سافره، معناها بالنسبه لي هو الناس اعتبرتها اللي ماهمش فاهمين العربيه القحه كما معناها يعرفوا. اعتذر قال هذا سرفان كيما اعتذر من بعد الاخذات الوحده نتاعها المدى نتاعها ما عادش نجم. فما اسمعني راهو كي تبدا الكلمه خرجت ما عادش تحكم فيها، هذه ملك تولي الجميع تاع المجتمع الدوله، ما عادش نجم تحكم فيها. خرجت تو ميكرو قاعد نتكلم، كان نقول كلمه قال لي ما نتجنبه، كلمه خرجت من عندي ما عادش ترجع. تؤول مش كي حسبك انت، تؤول كما نحن نفهم، واش ملزك انت كرجل سياسي وانت رئيس دوله تنتقي الكلمات؟ نعرف نجم تقولها لا سياق لا شيء، طلعت ما عندك عادة سافرات ومتحجبات نجم دخلي، احنا مجتمع واحد البس اللي تحب، ما دخلنيش ما تقسمش المجتمع. طيب سي عبد الصمد من المسؤول عن هذه الازمه الان؟ المسؤول اولا معناها الدستور هذايا اللي معناها اولا معناها في القريب العاجل في 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 معناها المنظور القادم القريب قريب جدا يجب تحويل هذا الدستور. اثنين القانون الانتخابي ما ثماش تنجمش تعدى هذا عتبه ما عندكش فيها خمسه وعشره وتنحي منها ويطلع معناها قانون يضبط الناس. مش شو انت راه عندك في المجلس شو اسمه الهمه نتاعنا الموجود الان، راه عندك نطرية، عندك فيها مشكون احكام سجن ثابته، راه عندك فيهم ناس معناها اللي هما لا عنده لا منطق لا فصل، لا يجي حتى مع الحضور نتاعه مش موجود. سيدي راني انا ندفع من حر مالي، انت وانا والمجموعه الوطنيه قاعده تخلص فيك في منحه تاخذ فيها محترمه، وعندك 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 معناها السياده الموجوده. سامحني هذايا من اوكد الواجبات يقع معناها تغيير هذا القانون بما يتناسب وطموحات الشعب التونسي. احنا رانا كي عملنا هذه الثوره مش باش نرجعوا بالتوالي ال 10 سنين التالي نمشيوا البارومتر نتاعنا نتاع النتائج نتاع 2010 كل اللي يقيسوا عليها توا. احنا في بالنا ناس تحيط باش تكون سنغافوره باش تكون معناها دبي باش تكون كذا البلدان اللي معناها قفزات كبيره. مش بترجعني نحكي على هو انت مسلم غير مسلم وانت عندك اضافه في الاسلام وانا زايد مسلم. لا سامحني هذه ما مش مشتركه سي عبد الستار، لانه اليوم فما شكون يقول لك هذايا رد فعل على عنف قاعد يتمارس من بعض النخب اللي انت تنتمي لهم، ما يسمى بالنخب الحدثيه، ما يسمى بالنخب العلمانيه. يقول لك انتم قاعدين تعملوا لنا في الوصم، تتهمونا وان ارهابيين وان احنا دواعش وان احنا ظالمين. سي نورمال انا مش نعمل رد فعل، ومن حقي انا نعبر على موقفي، انا نائب منتخب من حقي واني نعبر على موقفي، انا نمثل جزء من الشعب. هكا يقول سي محمد العفاس على الاقل. والله شوف انا واحد كي يقول لي الكلام كما هذا ونقعد نغزلوا اذا كان خاصه في طبع مثقف معناه في مستوى معين. يا سيدي الكريم انا راني انا مانيش في وحده نتاع خلافيه معاك، انت حر باش تمشي اما مش في مجلس النواب راك تقولوا الكلام هذا. انت راك اقسمت يمين في مجلس النواب انك تحترم هذا الدستور. دولة مدنية. شو تقول لي كلامكم شريعة وطبق والسسمو وانه التجريم والتكفير قال به ربي. احنا في هذا نحكيه
انتي راك داخل البرلمان باش تحكي على القوانين باش تخلق قوانين باش معناها تحسن وضعيه نتاع الناس باش تشوف شنو التي في ا طالع هابطه باش تشوف معناها الميزان معناها نتاع الدفعات نتاعنا كيفاش نقويوه وشنو المشاريع وشنو مازلنا نحكيو يا ودي هذيك في دارك تنجم تحكي راهو حر وانا نقول فيه الكلام هذايا مانيش قائم معناها ما خرجناش احنا بدينا ما احنا احنا في جدار الصدر انت توا كي تاخذهم في الاصل نتاعهم شكون هما الائتلاف هذا الموجود هما دواعش دواعش نتاع معناها البقايا اللي خرجوا منهم نتاع شو اسمهم جماعه حمايه الثوره روابط حمايه الثوره وش هذا اصلا الاشكال عبد السلام لا الاشكال هو انت من اين اتيت سامحني منين جيت تفهم بانهم يا ودي دواعش سامحني بالفكر نتاعك تقول لي داعش والكلمه تلزمك لا تلزمني بيان سور انا كي انت تتكلم الكلام كما هذايا انا فمعناها قال ملكت الكلام لاخفاء الافكار كما قال بلزاك انا نعرف انت شنو تحب تمشي له إيه كون واضح انت بالنسبه لك انت اذا كان ما تعرف نفسك انت تحب تمشي في الشورى وتحب تمشي تعمل مجلس نتاع اللي تراه انت نتاع الخلافه السادسه ولا الرابعه ولا الثالثه راه مش مجلس النواب مشي يعملوا فيها بقعه اخرى نظر في بقعه اخرى كي تمشي تجي تدخل في عندك معناها مؤسسه فيها قوانين معينه موجوده اللي هي ضابطه اما تحترمها ولا تقول ما ندخلش هذا اللي الفرق بيننا وانت فاحنا في تونس هزونا رابعه خي رابعه نتاعنا ما نتاع المصريين وعند معركه المصريين ما بين الاخوان وبين مش دخلني انا فيك احنا عندنا الخمسه نخمس عليك قول لك خمسه وخميس قول لك شي ما رابعه معناها كي تجبد لي انت في معناها في رحاب المجلس او في تلفزه او في راديو وتعمل لي رابعه استفزاز بالنسبه لي انا انت معناها تتشيع الى اناس ومعناها منظومه اخرى غير المنظومه التونسيه ودي احنا التونسيين رانا ناس معناها كي تاخذهم على بكرتها بهم ناس معناها سلميين ناس يحبوا الحياه ناس معناها مدنيين عندك انت الكفاءات الكبرى اللي شاده في العالم الكل انت تمشي تو الخليج تلقى التوانسه شادينهم تمشي انت من تشوفش خرجت معناها صفاقس من معناها دكاتره ما عندك حتى فكره في باريس دخلت نهار في مساحه نلقى واحد من اكبر الواحد دكاتره صفاقسي هو عندنا دكتور تونسي احمد في مسعد في جنة الله يرحمه اي هذاك من عمره 28 سنه اي من التصرف اللي هو نجم تقول ايقونه كانت في القصرين معناها اللي انا كي تشوف المناطق هذوما باش تخرج هذه تخرج معناها باش خرج من غادي من القصرين يسمى معناها حاجه من 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 وراء الخيال الله يرحمه والنتاج هذايا هو الانتراتور ناس سيبت الاصل وسيبت باش تتفاعل وتحط لك انت الكفاءات مش معناها انت تو تحط لي تختار لي انت حكومه فيها انا وزير عدل وفيها وزير صحه وفيها وزير كذا اكسترا ماهمش نتاع سلطه ماهمش ما عنده حتى برنامج في مخه شنو اللي تعطيه انت تو انت قاعد مبنك عندي ثلاثه شهور احنا ثلاثه جماعات واحنا واقفين ثلاثه جماعات ونص واحنا واقفين في المحكمه ايه وين وزير العدل؟ وانت باش تحلح المشكله هذه؟ وينك يا رئيس حكومه كموجود باش تحطه؟ وبالتالي قال مش سهل انت باش تسير نجم تكون صحيح تنجم يحطوك في عيطوا لك كما قال كنت في الدار عيطوا لي قالوا لي جوزير بالطريقه هذه بطريقه معناها عندك انت بالخيال ما تنجمش كان تسمع بها واحد لبرا معناها تو يدوخ يقول لك انا ديفيرجي ولا واحد يكتب في القانون الدستوري تو يدوخ يقول لك شنو واحد قاعد في الدار يعيطوا له قالوا لازم تكون داخل في منظومه معينه وعندك برنامج وعندك هدف وعندك معناها رؤيه مجتمعيه كي برجلك تخلى هنا حارب وعمل 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 كي تخلى بلاش عنده رؤيه اجتماعيه للبلاد كيفاش باش تكون تخلى وطبق وانا عايشين معناها في الخيرات تاع المرحوم برجلك عبد السلام المسعودي مازلنا مواصلين حوارنا معك مباشره بعد الفاصل الماضي ساعة و31 دقيقة مستمعي ديوان اف ام رجعنا لكم من جديد مازلنا مواصلين حوارنا في ساعة ثانية من برنامج هنا تونس مع الأستاذ عبد الستار المسعودي رجل القانون والناشط السياسي قراءة في الأزمة السياسية الراهنة والخيارات الدستورية الممكنة في الفترة القادمة لرئيس الجمهورية قيس سعيد في ظل الدعوات لتفعيل الفصل 80 من الدستور اللي يقول لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها
تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الأجال. ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مضي 30 يوم على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه 15 يوما، وينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها، ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب. هل الحل في تفعيل الفصل 80 من الدستور عبستار المسعودي؟ شوف، هو في خلينا من ناحية خليلي طوى ما فيه الحلول هذه معاش نجم تكون بالحلول الدستورية فقط، لأن هناك معنا في القانون معنا الدستوريات فما حالات نتاع صياغة دستورية مستحيلة. تاخذ فصل 80 اللي تم معناها صياغته، والعادة في الصياغة بالنسبة إلى القانونجية يقولوا الصياغة معناها مواضيع الدستور معناها ما تكونش معناها الفقرات الدستورية هي مصانة من العبث. كي ناخذوا أنه الحالة نتاع الفصل 80 اللي يناديوا بها توا مكثر معناها الفقهاء الدستور أمين محفوظ والبلعيد وغير ذلك، مش عندك الحالة فيهم؟ عندك أربع حالات. رئيس الجمهورية في تفعيل هذا الفصل، عندك يقول له إذا كان عندك خطر داهم مهدد لكيان الوطن، واحد. اثنين، البلاد معنا مهدد لها أو لكيان الوطن أو أمن البلاد، معنا إما الكيان إما الدولة في حد ذاتها أو هناك أمن معنا بالنسبة للبلاد، معنا إذا كان معنا ثم خروج وفما معنا مظاهرات أو إلى غير ذلك، هذا يتعلق بأمن البلاد. ثلاثة، استقلالها، إذا كان البلاد أصبحت مهددة في استقلالها في كينونتها، يعني فما هجوم داخلي خارجي وغير ذلك، كيف. رابعا، يتعذر البي الفايدة معه السير العادي لدولي بالدولة. رئيس في هذا عنده أي حالة نجم تقول تاخذهم كل هذا من كل طبقهم، معناها بأخذ معناها الحالات الأربعة ذوما عندك حالة أكثر من خطر الداهم هذا ما ثماش، أكثر من الأمن متاع البلاد المهدد اللي راه فيه، واحد ما عادش نجم يخرج في الشارع لأنه عندك البركاجات معناها من نساء ما حدث ولا حرج. عندك توا تعذر السير العادي لدولوب الدولة، عندك برلمان مشلول، عندك حكومة مشلولة، عندك معناها قضاء مشلول، سلطة ثالثة إيش قاعد عندك؟ عندك أنك يجب أخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة. شنو التدابير؟ التدابير هذه ما تنجمش في ربما رأيي أنك النص تعلق الدستور ما تنجمش تعلقه، تنجم تحل البرلمان ما تنجمش تحله، لكن التدابير في مفهومها العام أنك نجم راه توقف برلماني هذا خرج عن النطاق نتاعه. شنو يوقف برلماني؟ وقف برلماني حطه في قامة جبرية ينجم يوقفه بال 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 بالفصل 80، يرفع عليه الحصانة معناتها؟ لا، مش باش يعدي المحكمة هذاك اصلا، لا من يعد يحطه في قامة جبرية كيما انت القانون طورة. نعم، من غير محكمة، مش حكم، محاكمة، ينجم يوقفه ثم حتى ترجع الحالة العادية بالنسبة للبرلمان، يطلب رفع الحصانة ثم يحال على المحكمة. اي سيد راهو جبرية مش حكم المحكمة، لا انت قامة جبرية انت تشوف القانون طورة، ينجم يحطه في قانون واحد من غير محكمة. فصل 2 من الامر نتاع 78 اللي منظم الحال الطوارئ، يحطك ولا يوسف شيب شنو عمل مقالبة شفيق جرية وحتى في قامة جبرية مدك حتى اللي كون الملف وبعد عدى المحكمة. هذا ينجم رئيس الدولة ياخذ تدابير من جمله التدابير، يشد هذو مجموعة الكرامة يوقفهم، لكن مش في قامة جبرية مش هذا يعتبر معناتها نوعا ما شو يعتبر؟ سامحني دقيقة اسمع، اي تفضل. مش يعتبر سي المسعودي نوعا ما تدخل معناتها قوي برشا، معناتها انك كتله سياسيه كامله منتخبه من الشعب، معناتها راهو فما عشرات الالاف يمكن مش 100,000 تقريبا صوت جابوا في الانتخابات، كتله محترمه معناتها كبيره في العدد، محترمه في العدد،
معناتها انك تمشي وتحطهم في الاقامه الجبريه الكل. أي؟ رئيس الدوله. معناتها هذه مش كان استعمال لقانون التوارئ في غير موضعه، واستعمال قانون التوارئ في لفض النزاع السياسي، مش كانه استعمال لسلطه الدوله في فض النزاع السياسي. اولا اذا كان تقرا في الدستوريات راهو كيقول لك رئيس الدوله في حاله الخطر الداهم على البلاد ولا يمكن ان يتخذ تدابير تعلق البقيه كل ما عادش تحكي عليه، دستور وقوانين وهذه قانونيه غير قانونيه ما عادش تحكي عليه، هو يولي كانه مشرع. ما السلطه الترتيبيه العامه اللي عند رئيس حكومه تنتفي، يولي هو يشرع. والتدابير هذه الموجوده مش هو باش يقضي على السيد بسجن كذا، لا لا، تدابير يقول لك انا المجلس هذايا فيه الناس منوئين وناس ماهيش باش تخلي البلاد تخدم، 4 10 15 اللي هما الموجودين هذوما يقع يقسام. نسالك سؤال اخر تفضل. واثنين انه الشرعيه نتاع رئيس الدوله اللي هي اقوى شرعيه من الاخرين، لانه الاخر منتخب عن الجهات والاخر منتخب على كامل تراب الجمهوريه، الاخر جايب 200,000 ولا 20,000 اللي هم ما عندوش هذو 200,000 تحكي عليهم، لكن منتخب تسمعني عاد الانتخاب ما فيه دوزاج فرق ما بين واحد منتخب مباشره من الشعب عن كامل تراب الجمهوريه واحد منتخب عن جهته، فرق كبير. فرق واحد جاي دخل لي بقيمة ياسين العياري في البرلمان اللي تعدى مش ب 400 صوت، تعدى في المانيا، تقارنوا بواحد ما عنده الزملين ولا 3 ملايين، لا مش كيف كيف. وبالتالي اللي تدعو له ختير، لا بادي تو اللي تدعو لتطبيق قانون الطوارئ اللي فما الشيء مش قانون إجماع. قلت لا فصل 80 اقوى، لا 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 بانه غير قلت فصل 80 وانك بهذا المنطق السياسي قد لا تفسر لك لا لا في انحراف سياسي خطير. سي محمد ما قلتلكش يطبق، لا لا ما تحريف بالنسبه لقال الوقائع ما تجيش، انا ما قلتلكش طبق الفصل 78 اللي هو غير دستوري، قلت لك فصل 80 اقوى من ناحية الدستوريه واقوى من ناحية القانونيه واقوى من ناحية الفاعليه انك تطبق الفصل 80. خليك من الاخر، قلت لك انا قياسا باش تفهم انه في هذا الامر هذا الموجود نتاع الطوارئ تنجم تحط واحد تحت الاقامه الجبريه، فما بالك رئيس الدوله اللي عنده فصل 80 اللي هو دستوري ويمكنه من اخذ التدابير، والتدابير هذه خذ كتب نتاع شراح القانون الكل في القانون الدستوري، تو يقول لك ما عادش ينظر بالنسبه لي هو شو اسمه الباليزور اللي قدامه الفكره الواحده بالنسبه لي هو معنى انه الدوله بالنسبه لي هو يجب انقاذ ما يمكن انقاذه وارجاع الحاله الى ما كانت عليه قبل معناها ان تصير معناها الفوضى هذه الهدامه ما يشبه الفوضى الخلاقه. وبالتالي اللي نقول فيه هنا يقولوا فيه قراء كتحليل كموقف سياسي، لا انا كموقف لو كنت مكان سي قيس سعيد لا اتخذت تلك الاجراءات ولا اتخذت اكثر منها، لا وضعت نواب اتلاف الكرامه في الاقامه الجبريه. اي نعم سيدي، وقفهم في اقامه جبريه حتى تهدئ، وثم اذا كان ثم معنا جرائم مقترفه والجرائم موجوده، وسمعنا اللي فما شكون قام معناها باش يرفع قضايا معناها حتى وقت ترجع معناها المحكمه دواليب المحكمه ترجع السلطه القضائيه ترجع الى 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 الجلسات نتاعها العاديه، يقدموا قضايا ويقدموا راهو اسمعني فما حتى حد على راس وريشه ولا واحد حتى حد معناه ينجم يتحسب. شوف انت رئيس دوله، انت كي تحب تخلعه عندك نص ينجم يخلعه، الامبيشمنت موجود، انت رئيس دوله منتخب معناه بالزملين و700 بالاقتراع المباشر عندك سلطه باش تخلعه، وانت جاو هي توا راهو جاتنا معناه الفرصه ربما هذه باش واحد يحلل الكل في بعضه. انت علاش في النظام الداخلي نتاع البرلمان ما حطوش معناه حاله عامه استديب ورفض جميع تقرا بالنسبه الى القوانين المقارنه في مصر عندك تقريبا 2-3 تم رفضهم جلسه بالتصويت. مش مثال مصر. لا لا اعطيتك برلمان ما خليني اسمعني، برلمان المصري سمعني ليس برلمان الديمقراطيه، قلت لك انا سامحني فيها نص حال. اما انت تعمل لي جرائم غادي الداخل وتعمل فيها اللي تحب، راهو بالنسبه لهذايا راهو اش معني الناس تتفرج فيك الساعه في الشارع دبور في العالم يقول لك شنو هذا. اثنين عندك ناشئ صغير قاعد يتعلم عليك يا رسول الله، لكن اذا كان يلقى واحد برلماني باندي انت توا في الشارع باش تروح لولدك شنو باش تفسر له، وانت داخل المكتب استاذ وكذا باش تقول له راهو البرلمان اشرف ما عندك في المهن والى غير ذلك، والناس تقرا المشرع راهو كنا نقراو في المشرع نشوف فيه حاجه نتاع نوبليس مش نتاع نحي سوريا وانت بيك وانا عليك لا كذا يحاسبوا كما احاسبوا انا. انا في المهنه نتاعي انا مش تاديب اذا كانت تغلط، واضح القضاء عنده مش تاديب هو سلطه، صحيح تقول لي ليه ما نمشيش صحيح استاذ، لكن الفكره لكن ما تراش انه انا ما نعرفش انا رايي انه الاقامه الجبريه وكذا
راي مانيش معاه هذا معناتها مانيش مع هذا وراء انه استخدام قانون الطوارئ اللي يفضل المشكلة. ما قلتش استغلال طوارئ ما تستعملوش ما قلتش استغلال استخدام الفصل 8 بالطريقة هذه نكتس كتلة سياسية عندها تمثيليتها عندها تمثيليتها نحطوها في الإقامة الجبرية مختر على خطر علاش خطر زيادة فما شكون يقول لك انه وقع التجاوزات وتعطيل للبرلمان ما تعرف كتلة عبيد وهذا قالوا رئيس البرلمان الاستاذ رشا الغنوش يوم امس يوم امس في حواره مع الوطنيه هاوش قال بالضبط رئيس البرلمان بالله رئيس البرلمان يتفرج في ميكي ماوس استاذ دقيقه برك كيف الصلب يا ودي انا عندي رئيس الناس شاعله ويتفرج في ميكي ماوس كيف الصلب قول لي رئيس قول لي رشا الغنوش نفهمك انا رئيس برلمان لا رئيس هو رئيس لا ما انا مش سمير رئيس برلمان انا نقول لك لا ما اسمه سمير رئيس برلمان قول لي قول لي سي الغنوشي بتفضل التجاوزات التي هذاش قال التجاوزات التي وقعت اليوم ليست سابقة فقد سبق أن وقعت تجاوزات منها ما أقدمت عليه كتلة الدستور الحر التي احتلت المنصة لأيام وعطلت إصدار قانون المحكمة الدستورية كما عطلت عمل مكاتب المجلس أكثر من مرة بسبب الفوضى ولكن المجلس لم يعطل ولن يعطل وسيقوم بدور التشريع والرقابي وبعد قال نحن ندين العنف من حيث أتى وقد وعدت بالتحقيق في الأمر وستصدر الإدانة وسنحمل كل طرف مسؤوليته به. أنا لهنا كان حاب نعمل رؤية متوازنة اللي عمله تيليف الكرم بارح مرفوض العنف مرفوض خط أحمر نحكيش حتى على الخطاب نحكي على العنف بكل بكل معناتها تمظهراته خطابيا وخاصه ماديا وخاصه معناتها الاعتداء الخايب يسرى على النائب معناتها على الكتله الديمقراطيه وكذلك تعطيلهم خاطر الاصل في العنف شنو صار هو تعطيل انعقاد لجنه المراه في البرلمان هما حبوا يعطلوا آلية من آليات المحاسبة. رئيس الغنوش يقول لك مش أول مرة يصير تعطيل. تلاف الكرامة، دقيقة بركة، دقيقة بركة، راهو قال لك كيفاش تحاسبني أنا كنائب على رأي قلته، رأي المحاسبة اللي جاي البرلمان يتحاسب الناس الكل، نجم تستدعى وزير، نجم تستدعى مسؤول في الدولة، نجم تستدعى نائب، نجم تحاسب أي إنسان يتقلد منصب في الدولة، نجم تعيط له لجنة برلمانية وتقول له علاش عملت كي؟ علاش قلت كي؟ وعيطت الوزراء قبل وريناش عملت هذه اول حاجه ثاني حاجه عندنا زاده كتله الدستور الحر ماهيش مقصره ماهيش مقصره عطلت انتخاب المحكمه الدستوريه كي نرجع للفصل 80 غاديك المحكمه الدستوريه طرف اساسي في تفعيل الفصل 80 طرف اساسي في تفعيل الفصل 80 بعد 30 يوم من انقضاء تفعيل الفصل 80 يرجع الى رئيس المحكمه الدستوريه يرجع اليه للاستشاره اليوم ما عندناش محكمه دستوريه شكون اللي عطلها كتله الدستور الحر في الاعتصام الشهير نتاع الصيف اللي فاتت اللي اعتصمت واحتلت المنصة ورينا الفوضى هذيك الكل طبعا عندهم 10 سنين زوز برلمانات عطلوا ما حبوش يعديوا تحطها في عند الكتلة لا بخلاف الدستورية لا معناتها زيادة كتلة الدستور كان في بالك باش تجي محكمة مستحيلة باه مستحيلة خلينا نقول لك المحكمة الدستورية ما عندها حتى علاقة بالفوضى هذه لكنهم تكون حتى كانت موجودة ما تحلش المشكلة نعرف لكنهم عطلوا جلسات برلمان لأيام متواصلة هما زادة مش كان كتلة ائتلاف الكرامة نحن قاعدين نشوفوا في زوز صفوف منصة رئيس البرلمان شوفوا في زوز صفوف يعطلوا في البرلمان مش شوفوا كتل أخرى أنا ما ريتش كتلة ديمقراطية ولا كتلة ما نعرفش شكون كتلة الإصلاح ولا غيرها قاعدة تعطل ولا تحية تونس ولا تحية تونس قاعدين يعتصموا ويعطلوا راه في زوز كتل هذوما ألوغ إذا كان نفعلوا قرار نقولوا راه هذوما معطلين البرلمان الزوز كتل معطلين البرلمان فعلوا قرار عليهم الزوز هذا اولا ثانيا ثانيا سؤال اساسي بطول مين سيرس تحمل عايزك تغيير النظام السياسي اليوم كما قلت انت اللي هو اعاده التاسيس نوعا ما خاطر تغيير الدستور وتغيير قوانين اخرى تبعته قانون الانتخاب وغيره معناتها ما يقتضيش انه ساعة نقيو الاجواء باش الناس تنجم تعمل توافقات حول التغيير هذا تغيير كي من هذايا ماهوش سهل تعرف استاذ لازم موافقة سياسية واسعة موافقة وطنية واسعة من المنظمات من المجتمع المدني ومن الاحساب واليوم ما عندناش المناخ انه الناس باش تقعد وتتناقش وباش تعاود تكتب فصول دستورية جديدة وتعاود تسيخ قوانين من جديد معناتها هل المطلوب اليوم من رئيس الدولة مش تفعيل الفصل 80 ربما انه يتدخل ويقود حوار وطني نحو إصلاح التأسيس المعتل للنظام السياسي متاعنا خلينا نجاوب على السؤال الأول اللي يم أستاذ رشا الغنوشي شفت كيفاش غلف مشكلة كبيرة هو كان يتفرج في الميكي ماوس تلفزة مش هنا الدنيا خايضة مقلوبة الدنيا رئيس مجلس النواب تعرف شنو ركيزة من ركائز معناها نحكي كمؤسسة معناها في نظام وخاصة شبه برلماني من أكبر الشخصيات اللي يلزمها تكون موجود لما محمد ناصر كان موجود عمل الكيليبر ما بين النهضة ما بين الإسلاميين ما بين المقاوشين ما بين ما كانش يصير هذا كان يعرف يقف
انت عندك سيلفتيتي تو تشوفيه شكرا 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 او ما من يسب او كي البوليس سيركولاسيون يعدي فيها بارك الله فيك شنو بارك الله فيك تتوقف وقت السيد عندك ما يكون في الفلسه قدامك كيما تو سي محمد قال لي بلا يهديك كان قال لي نحي الميكرو سي كومسا شنو انت قاعد تضحك هكا ومريات وشويه ستيكي قال شنو شكرا انا شكرا انت غادي في مجلس النواب انت تقوم مقام الواحد الشرطه الداخليه عندك انت بوليس انترن عندك انت شو مبنك هكا قاعد مبنك هو يحكي والدنيا شاعله وجي يغلف لي في بيان كيما هذا هذا مردود عليه هذا انت راهو الفعل شكون فما ضحيه وفما المعتدي وفما معناها راي عام يحاسب فيك انا لا استثني احد ما قلتلكش الدستور الحر لا ما عملش ما عمل انا وقت تحاسبه وتقف وتقول بلو جامي ما عادش تعاود لي الحاله كيما هذه فرس عبستار المسعودي اليوم فما طرف سياسي فصيل سياسي يعتبر نفسه انه فما نوع من المتركاج قاعد يتسلط عليه اللي هو ائتلاف الكرامه يقول لك انا راني نعمل في رد فعل راني ودي ما تعملش غادي رد فعل يديك مش هكاك انتوما في عبير موسي والحزب الدستوري الحر يعملوا تجاوزات تعتبروها بطوله شكون يعمل كي احنا ندافع على انفسنا ودي احنا ندافع عن... علينا سكيك سامحني ندافع على وطننا راهو ندافع على حرمه النساء الحرائر نتاع البلاد شنو يقول لي انت مسافرات وزينيات وبيكم سكت له قالتها عبير ولا غيره كي كان كي نجم نقول ايا كانت موجود وايا كان الشخص اللي موجود كنت تخرجوا نفس المنطق ونفس معناها الرد يكون هذا بالعنف هذا احنا دخلنا باش نحسنوا وضع البلاد باش نخرجوا من البلاد 12 مليون في نجيو حومه في شنغاي يعني باش نحسن البلاد عندي 10 سنين واحنا اون بواط غدوه الصباح بعد غدوه كذا معقول مش معقول انت خويا كانك عندك عايش في العهد الجاهلي تفضل برا امشي تورا بورا راه ثم بلدان تمشي انا ما عجبتنيش هذا باش نمشي لامريكا اذا كان ليبرالي الى اقصى الحدود تفضل سيدي العالم مفتوح تنجم عندك فيزا وتنجم تسافر اينما شئت اما تجيني هنا في وضع احنا تيراو هذا توا الناس كي تحكي في المواضيع هذيا راهو تقول انت كي تقول فما دي جون معنا في علاقات معنا الناس كي يكلموك حتى من برا في معنا اساتذه ومحامين لبرا وعنا ناس معنا اجانب سويس المان كذا راهو مش باهتين يقول لكم تعرف شنو هذوما هذه حاله نتاع ناس في شعب عنده معناه مدخرات لا نظير لها كما ليبيا توريتها اللي قدرنا معناه في الموضوع هذا لكن بالنسبه لليبيا تنجم تقعد خاطر عنده ما يصرف البترول غاز وعنده تقريبا 500 مليون دولار موجودين في الكاسات نتاعو حتى كان هدم بلادي عاود يبناها انت ماهوش هذا وضعك انت تمد في يدك على اليسار وعاونوني اعطيوني كذاك ستيرا وعايش على معناها طلبوا على الدين العام 93% من الناتج المحلي كل الناس اللي في البرلمان يفهموا كيف كيف سي هذا خلينا نطرح عليك السؤال الاتي هل من الموضوعيه تلخيص الازمه في ائتلاف الكرامه؟ لا ما قلتش هذا قلت انه هذا بالنسبه للسؤال الثالث اللي جاء شوف الحل هذا ما تنجمش توا تلقى في الناس معناها في نطاق الحل الاساسي ساعه يلزمك توقف التيار هذا اللي التجاذبات السياسيه والعرك و و اكسترا على الاقل معناها تنقص من التدحرج نتاع البلاد وين ماشيه في الانهيار الاقتصادي والانهيار معناها السياسي الموجود هذا تركه ما ينجم يكون كان بفصل 80 وما ينجم يكون كان مع رئيس دوله باش يقولوا ويبعد عليه التقعر اللفظي ولا شو اسمه الانشائيات اللي يعمل فيهم ما نسمعكش ما عندكش رد صواريخ وكذا اكسترا اعطيني الان قررنا هكا نسمعه ما اللي عرفناهم انت من دوغول راهو انت تعرف نفس الحلقه في الكاترين ريبوبليك وكان النظام برلماني صحيح العركه الكبيره لكن مشى البرلمان قال محاجتين يا اما تعطيوني تفويض نكون انا الرئيس وانا معناها نقرر والا ما نكونش معناها بعد التحرير نتاع فرنسا قامت الجمهوريه الخامسه خمسة باش عملها عيط معناها في ظرف الشر ديفيرجي عمل معناها خبراء نتاع دستور قال لهم شرف يدكم تعملوا لي دستور اللي هو هذا نتاع موجود الجمهوريه الخامسه شفتوا الاكيليبر اللي موجود في الدستور هذا اما اذا كان باش نقعدوا نتراشكوا انت عندك وانا عندي والدستور هذا سامحني راني نقوله ونعاودها وانا قريت عند من اعرق معناها الدستوريين الموجودين بالعيد وغيره محمد الشرفي الله يرحمه وما تبعه هذا افسد دستور في العالم موجود افسد دستور كي نقول لك افسد دستور معناها المشكله تو شكون يحل هذا تو حتى انت في فصل 80 لا نجم يحل البرلمان
اللي هو نظام برلماني. تعرف كي تقول نظام برلماني اش معناها؟ انت مع حل البرلمان؟ لا لا سمح انا مع حل من غير ما تقول لي كان الدستور مع احترام الدستور ما الغالب انت نجمش تحله. اما نظام برلماني كي تقول يلزم عندك ميكانيزما تحل البرلمان. كي عندك نظام رئاسي يلزم عندك ميكانيزما كيفاش تعمل امبيشمنت باش تخلع رئيس. ليش في امريكا ترامب والواحد يقع خلع الرئيس نيكسون لافير نتاع ووترغيت هاو كان نظام رئاسي. نظام برلماني ما تعطينيش انا كرئيس دوله موجود اين كان سيفته اللي موجود غاديك تعطيني سلطه باش نحل باش نحي المشكله باش نلقى حالات اخرى لانه انت شنو ما تتعلم بالاخطاء اللي عندك موجودين. تقول يا سيدي البرلمان ما عادش يدخل المره الجايه الا ما تكون عندك بيترو نظيف. تقوليش عندك سوابق وعندك كذا اكسترا شنو الطباب اللي داخل لي غاديك يطبل وكان زكار قال شنو البرلمان هو رد الشعبيه مش مهنة رد الشعبيه مش مهنة لا مانيش لا 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 مش من المنطق الجندري لا لا انا خليني نقول لك مش من المنطق الجندري لا مش حاجه عادي اسمعني انا نحكي مش من منطق جندري لكن الشعب اللي يعرفهم هكا وانتخبهم سي عبد يا ودي الشعب اسمعني راه يعرف الكناتري ويعرف الغير ومعناته لو انه تمشي في المنطقه هذيا صدقني انت لما تمشي معناها في حاله البلاد هذيا معناها باش تصير فيها فوضى عارمه وماكش تحل المشكل احتراب باش يصير لك في البلاد. وبرا قول لي انت راهو اسمعني راهو حتى القانونجي يقول لك راهو اذا كان الشعب يكون ينجم يكون غلط نجم يكون غلط وانت يا شرعيه اللي اعطيتها لك راهي الشرعيه مضبوطه كوكاله مش مسيبه سبالة لا مربوطه بالمشروعيه مربوطه بالنتيجه. اذا كان سيادتك رئيس دوله ما تنجمش تحل المشكله كما هذه سامحني تنجم هو فما انظمه انتخابيه كما نظام الامريكي علاش ينتخبوا مجلس انتخابي على خاطر يقول لك باش ما يطلعش ديماغوجي يدجل على الشعب. ما ما صحيح لا باش يطلعوا يحب لك ساعه قرنين باش توصل للنظام تاع الامريكان اللي معناها ايه نعملوا اليات باش نسيدوا من الاخطار هذه. راهو كان عندك نظام انتخابي فيه هذه على دورتين كنت تصفي ياسر برشا وكان عندك انت مستوى معين يا خويا يدخل بالباك وما تدخليش كناتري. يا ودي كنت تفرج في واحد كناتري انا يعلق في اسمه الديواني معقول كان يشد فيه حارس فيه قبل اما سي انسونسي ترى حالات كيما هذوما ما تنجمش. اذا كان باش تحب ترتقي بالبلاد هذه خليك من صفته خليك من الكلام تاع المهادنه وخليك من الكلام هذا اللي غطي به سي الغنوشي هو سبب هو ما هو كارو خرج وحده من اللي عملوا له لائحه لوم هو كارو خرج كرم لحيته هو حاجته لو بور الى جون دي بور قاعد انا السيده واحده ننتفع بالامتيازات واني قاعد رئيس على واحد على قلبكم قاعد شنو اللي عندك دعم؟ انت توا رئيس مجلس النواب ما تنجمش تشد تسير جلسه نتاع اربع ساعات وخمس ساعات وتكون موجوده وتلاسن بين فلان وفلان بدل اخويا النظام الداخلي راه تنجم تعمل قانون في النظام الداخلي تقول من تجرأ ومن قام بالعنف اللفظي وايا كان صفته موجود في الوحده ذو نهضه اسلامي كتله برا ائتلاف دستور اللي هو طيب. حال عمل استهدي ويتم رفضه عصر المسؤوليه لماذا تدعو الى حل البرلمان اليوم؟ ندعو الى حل البرلمان لانه اعتقد ان هذا البرلمان استنفذ جميع معناه ما لديه نتاع اكل الواحد نتاع شو اسمه الوقت الكافي نتاع باش ينتج شو اسمه الليشيك بالنسبه الى ما ينجم يعطي للبلاد استغرق كامل وقته في معناه الهرج والمرج والتطاحن والى غير ذلك خلاه انه يستحيل انه بما حصل من تلاسن ومن وحاجات دي زانتيبود ما عادش نجم تلقى الناس هذوما باش يتقابلوا من جديد لانه ريت الحاله هذه تعاود تحل البرلمان تاع سي عبد الستار بعد البديل. البرلمان شنو البديل؟ بديل من يعتبر هذا الخطاب لا لا خطاب البديل. انقلابي لا على الديمقراطيه ما فيش انقلابي لا على لا الديمقراطيه لا لا اسمعني الانقلابي راهو السلاح ويخرج لبرا انا نتكلم بالكلمه كلمه ضد الكلمه قول لي صحيح غلط ايه معاك شو انا في المنطقه معناها الدستوري ولا القانون يقول انقلاب انت كانت انت في شرعيتك راهو الشرعيه نتاعك مربوطه بما تنتجه ما البديل العبره بالنتائج ما عندكش نتائج ما بعد حل البرلمان اذا كان انت تتبنى هذا الموقف عندك البرلمان شوف نجم حل البرلمان رئيس دوله ينجم راهو بالمراسيم ينجم يسير البلاد مش وحده ايفيدامون لازم ياخذ نخبه معاه من قانون جاي من معناه ناس في الاقتصاد ناس في الاعلام ناس في كذا الى غير ذلك هذوما ينجم مده وعطاء شر ينجم يكون اكثر لان حاله معناها ماهيش تحل المشكله هذه في شر ثم انه يعين حكومه رئيس حكومه ببرنامج واضح وبعد المجلس هذايا الموجود يقول له انا اما باش ندخل
في البرنامج هذا ينطبقوا لمدة 3 سنوات، لا عندي لا زيادات لا خروج لا دخول لا تغيير لا غير ذلك. وأما أنا راني كرئيس حكومة وستاف اللي باش نجيبه من عندي الحكومة ما نجمش ندخل ونكون معناها يعتبر أيضا طياز في الموضوع سعيد جزء من المشكل اللي هو إذا كان تحب نحلو البرلمان نمشيو لانتخابات عامة تشريعية ورئاسية في نفس الوقت. هو الآن جزء من المشكل لأنه هو إلى حد الآن عنده عام من زمان ما سمعنا منه، كان معنا المنصات والصواريخ الهبهبية هذه ما رئيس دولة ياخذ قرارات راهو مش يدخل كابينين حا اللي كانوا رفقاء درب معاه مش قاد منهم قاد حد. الآن معناها الرئيس اللي نعرف هنا الآن ما يستشير حد، حتى بورتابل ما عندوش، كان عنده بورتابل يطلبوه الباجي كنت تطلبه حتى هو في سيونس يز تو ما عندوش يعيط للعبيد ويستقبل ويستقصر كل أسبوع. راه أنت تنجم تستقبل الجمعيات وتستقبل عميد المحامين، تستقبل نتاع اليوتيكات، تستقبل شخصيات وطنية، شخصيات وطنية مؤثرة اللي هي معناها مناوئة ما يهمش تسمع ثم بعد على الأقل باب الواحد الخاطر وكذا تاخذ القرار. أما شنو أنت تو ريتو حتى في شو اسمه هذه مبادرة نتاع الاتحاد حب يعمل مبادرة لوحة الكرة الاتحاد ومازال هو حضر له قدم قالوا أنا ومع معناه بالنسبة لي أنا حد خط أحمر للفاسدين براح وشكون وشكون الفاسدين حل المشكلة. دونك كانت عندك مبادرة تنجم تبني عليها تنجم تحكي فيها صحيحة وغلطة تحت هذه المبادرة ما عادش عندك. الآن خطر داهم عندي أنا، إما رئيس الدولة يكمل فلان جيماجين ماشيله هو راهو في اعتقادي يقينا يقينا باش يقينا يوفى هذا نهار 10 مع المصادقه على القانون الماليه الميزانيه للقانون الماليه مشروع بليتو يتعدى معناها الطعن فيه لهيئه مراقبه القوانين دستوريه القوانين مشاريع القوانين ثم في الامضاء 26 30 ديسمبر نعتقد اخر 31 ديسمبر باش يمضي على القانون المالية من بعده نعتقد بعد هذايا انه باش ياخذ هذيك الحالة وهي باش تقعد الحالة وباش تستمر وماهيش باش تحل ماهيش باش تحل لانه يعني المشكل دائم في الـ في الـ في الناس الموجودة في هل طيب لنفترض جدلا مشينا في هذا التدعو له انت عبد الصار مسعودي وعملنا انتخابات اخرى وفاز ائتلاف الكرامة بالاغلبية البرلمانية وفاز الاستاذ سيف الدين مخلوف برئاسة الجمهورية لا 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 شو مش نعمل ولا ذاك لا ما تصورش بنظام انتخابي على دورتين يستحيل بالمنطق اللي يقول فيه هذا. شو رئيس دولة تقول له انت تضرب لي على الطيارة معقول محامي سيادتك انا كنت متوقع عميد المحامين باش يقوم يتصرف شو تقول لي انت رئيس جيب لي انا نتعارك معك رئيس دوله ثم منطق ثم معناها ان بو دو ديسونس شو تضرب لي على الطياره من انت شكونك انت حتى باش تقول له تضرب لي على الطياره انت رئيس دوله ما تخلى معاك. الغريبه انه كان حاط تصويرته بجنبه وتخلى البرلمان بوجوده بفضله هو كانت صورته هو قيس نحن مع قيس سعيد مع الشفافيه المطلقه والنظافه واني داخل اتخل بيه بعد اللي سبت فيه. سؤال اخير سي عبد الستار، شو تتوقع السيناريو الاقرب في الفتره الجايه وما هي المحاذير اللي زمنا نردوا بالنا منها؟ لانه اليوم فما خوف على البلاد، فما موجه عنف نخشى ان تؤدي الى ما لا يحمد عقباه بعجله رجاء. شوف انا اعتقد انه اذا كان رئيس الدوله ماهوش باش ياخذ معناها القرار الحاسم ويخرج من اللي كنا نقولوا فيه البلاد باش تدخل في فوضى عارمه، واذا كان دخلت بلاد في فوضى برش يحدها نرجعوا معنا وين كنا كما قال بورقيبه المرحوم قبل. الان هذا مجلس النواب نعتقد انه يقف على الاقل توا ما عادش عندك اجتماعات تعملهم جلسات تحكي عليهم القانون المالي انتهى. اما نحلوا المشكل فما الاتحاد موجود فما اطراف معناها هيئه المحامين فما حوار وطني تعاود ترجع تحكي على الطاوله شكرا ونحيوا المشاكل اللي هي اساس معناها هذا التشرذم اللي وصلنا له والا سامحني رانا داخلين في المجهول والمجهول ما يعرف حتى عبد المسعودي. شكرا جهاد الحسن مع اعزائي المستمعين هكا نكون وصلنا لختمت هذا العدد من برنامج هنا تونس محمد يوسف وكمال الفريق يسلموا عليكم في امان الله.